خير، يعطيكم العافية. اليوم بدي احكي لكم شغلة صارت معاي فعلا، يعني الدموع غرغرت في عيوني. انا عشت في مدينة سيمفروبل قبل حوالي 20 سنة، يعني خرجت في قبل 19 سنة بالضبط، ورجعت لهذه المدينة بعد 19 سنة. وفي آخر سنة، آخر 8 أشهر تقريبا، عشت مع عائلة، استأجرت منهم غرفة وعشت معهم في البيت. فلما رجعت بعد 19 سنة قررت إني أزور هاي العائلة، ورحت عندهم، اتصلت معهم، وبالعكس استقبلوني بكل ترحيب، وحطوا الأكل على الطاولة، وشربنا شاي وقهوة، وأطعموني شغلات حلوة، نابليون كيك وشغلات زاكي. المهم، قبل ما أروح، العجوز هاي والمرأة الكبيرة قالت لي بدي أورجيك شغلة. فرحنا على الغرفة أنا وياها وجوزها، وقالت لي شايف هذا البوكس، العلبة، نزلها. فتحت العلبة الكرتونة، تفاجأت لما فتحتها وجدت فيها أشياء أنا تركتها من 19 سنة لما سافرت وخلصت دراستي، لأنه ما قدرت أحملها، منها حرام وسجادة صلاة وبشاكير ويمكن أعتقد قميصين. تفاجأت إنه بتقول لي أنا كل سنة بطلع هاي الأغراض، بغسلها، بكويها، وبرجعها على الكرتونة على أمل إنك ترجع تزورنا. صراحة يعني تفاجأت، لأنه يعني مش معقول تلاقي ناس بهذا الصدق وهذه الحب والعطاء. يمكن أنا كنت كويس معهم، يمكن هذا أحد الأسباب، لكن أكيد هم أحسن مني بكتير. وحورجيكم بعض الفيديو هلأ، لكن صراحة الدموع الآن تذرف. أحكي لهم شكرا لكم، شكرا على العطاء، شكرا على الوفاء، شكرا على الدرس اللي علمتوني إياه. هذا الحرام تبعي، وهذه المصلاي تبعتي، وهدول الجماعة اللي عشت معهم. يا الله، سباسيبا با شوي فام وتتا مامشكا بابا Для меня это очень приятно, конечно, когда Но вот мы я не могли приехал. эту память Куда-то не сохранить. Спасибо большое, спасибо. Конечно. Можем отдать. Нет, нет, оставьте, я вернусь каждый год. Это сколько уже? 19 лет? Ой. Наверное, да, 2000-го, да, 19 лет уже. 19. 19 сани. 19, почти 20. 19, да, почти 20 лет. Ира, иди сюда. Спасибо большое, спасибо вам.